لارتفاع أسعار البيض بعد وقف الاستيراد، ما حلولكم؟ السلام عليكم وعلى قناتكم المحترمة وعلى المشاهدين الكرام. بالبدء نقدم شكرنا وتقديرنا العالي للجهود الطيبة اللي أبداها الأخ رئيس مجلس النواب والأخ علي البديري والأخ أحمد الكناني والأخ زياد الجنابي الذين أثبتوا عراقيتهم ووطنيتهم هذا اليوم بالدفاع عن المنتج المحلي. بيض المائدة احنا تكلمنا اكثر من مره، احنا قبل سنه صار عندنا انتاج وصار عندنا اكتفاء ذاتي، صار عندنا مثل ما وصلوا حقول الاسماك دمروها لانه صار اكتفاء، والحرائق اللي صارت محصول الحنطه والشعير ما قدروا يوصلون لحقول الدواجن لان شويه محميه. صار عندنا سياسة إغراق بالإنتاج، نزلوا الإنتاج إلى 50%، صارت عندنا مشكلة كبيرة. يعني إحنا صار سنة نعاني من خسائر فادحة بقطاع الدواجن، نزول الأسعار إلى 50%، وهذا المربي ما يقدر يتحمل. شهر شهرين ثلاثة وحكينا بالإعلام وطلعنا مظاهرات ما حد سمع صوتنا. بعد طيب شنو ذنب المواطن؟ يعني المواطن شنو ذنبه؟ يبدو أنه هو الخاسر في القرار الأخير، خاصة أنهم يرغبون بشراء البيض وبأسعار مناسبة بغض النظر عن منشأه، سويدي تركي عراقي، لكن بأسعار مناسبة، وأنت تعلم أن المواطن العراقي يعاني من أزمة مالية كبيرة، لا توجد تعيينات ولا يوجد عمل. اولا هذه هجمه، اولا بيض المائده العراقي كان اسعاره من 50 الى 60 صار له 4 سنوات 5 سنوات، لكنه ما كان ينطرق بالاعلام. من صار عندنا انتاج وصار عندنا اكتفاء غرقوا السوق، نزلوا الاسعار الى 50%، احنا صار سنه نعاني 50%، ما حد يتكلم، ما حد قال هذا القطاع منتج عراقي ده يخسر، ذولي ناس ده يخسرون، حقول ده تتدمر، مشاريع ده تتدمر. بعد صار حماية، صار 40 يوم وطبقوا القرار، احنا صار عندنا خلل، صار عندنا لان الحقول اللي تحملت خسائر كبيرة خلال سنة جزرة القطعان مالتها، صار عندنا خلل 20-30% بالانتاج. احنا اليوم منا 6 شهور 5 اشهر الى 6 اشهر عندنا اكتفاء، عندنا حقول رابطة دجاج، عندنا حقول حديثة، ما عندنا مشكلة. بس هاي الهجمة اعلامية الغاية من عندها هو انه ما يصير منتج وطني، انه تبقى البطاله، احنا تبقى فلوسنا العراقي يطلع فلوس، خلي يسمع المواطن العراقي المحترم، انه الدجاجه والبيض اللي قاعد تشتريها ترى ثاني يوم فلوسها تتحول مو للعراق، تروح لغير دوله، 90% من المبالغ البيض والدجاج ومنتجات الدواجن تذهب خارج العراق، ما عندنا انتاج وطني. لكنه من يصير عندنا انتاج وطني هاي الفلوس تدور داخل البلد. طيب اليوم اصبح لدينا انتاج وطني لكن يعني بأسعار مرتفعة بالنسبة للمواطن العراقي، وأيضا التخزين، تخزين البيض وخصوصا نحن بفصل الصيف تخزين البيض بصورة سيئة، يعني يصل البيض أما فاسدة وأما مسلوق من حرارة الشمس والتخزين. أولا مستحيل، من المستحيل عندنا بيض عراقي فاسد، من المستحيل. إنتاجنا يوم يوم، الجمعية أخذت قرار حددت سعر الكرتون ب50,000، مستحيل ينباع فوق هالسعر، ومنها 6 اشهر اصلا البيض راح ينزل، عندنا اكتفاء، عندنا طاقه كلش عاليه. لكنه احكي لي بيض عراقي طازج. نحن مع المنتج المحلي لكن باسعار تنافس المستورد وليس باسعار اعلى من المستورد. اختي اولا احنا كلفه الاعلاف عاليه لاسباب كثيره، اولا الحكومه العراقيه ما تسمح باستيراد اعلاف حيوانيه، احنا الاعلاف مالتنا طبيعيه، وزاره الزراعه تسمح احنا نجيب هاي الاعلاف اللي الصناعيه اللي يستعملوها وينتجون لنا بيض ودجاج ويودوا العراق، ما يسمحون لنا، هاي اعلاف رديئه ويكون سعرها مناسب جدا، احنا الحكومه العراقيه تمنع لان هاي تنقل امراض سرطانات. اي انت اعلاف تاكل بيض الدجاج يعني اعلاف ايضا مستورده؟ الاعلاف الاجنبيه اللي تستعمل، شوف المنتج البر البرازيلي او اي دوله يجي العراق، اذا تقول له انا اريد منتج عراقي يعطيك اسعار خاصه، ليش؟
لانه الدجاج ما راح يوكلها تغذيه نباتيه، راح ينطيها اعلاف مدوره، اعلاف صناعيه ويجيب لك اياه. يعني اليوم انت ايضا تطالب بالاعلاف المستورده، رايت الفرق؟ يعني انت اليوم طيب اصحاب الدواجن اعلاف نعم سيد حيدر، اصحاب الدواجن يطالبون بالدعم، برايك هل الافضل للحكومه دعم أصحاب الدواجن أم السماح بالاستيراد، خاصة أنه أغلب أصحاب المشاريع يطالبون بالدعم وغير قادرين على منافسة المستورد من حيث الجودة والأسعار؟ إحنا ما عندنا دعم، الدعم مالتنا مثلا أعطيك مثال، كسبة فول الصويا توصل للحدود العراقية سعرها 400 إلى 450 دولار. وزارة الزراعة السابقة كانت استوردتها ب 800 إلى 900 دولار، ترجع تبيع لنا اياها ب 50% ترجع ب 450 دولار، يعني انت اذا تروح تشتريها من التاجر ب 400 واذا تشتريها من الدوله ب 400، تشتريها من التاجر فوري لا هنا معامله وكشف ويودوك وسايله وتروح وترجع ب 400، فهذا مو دعم، هذا مو دعم، هاي وحده. اليوم مثلا قطاع اللحم، قطاع اللحم العراقي صار له 3 اشهر يوميا مليارين الى 2.5 مليار قطاع اللحم بالعراق ده يخسر. الحقول بالعراق ده تستنجد، صار شهر 3 اشهر اليوم كلفة دجاج اللحم 2.25 ينباع ب 1500، صار 3 اشهر الحقول ده تخسر، ماكو واحد ذكرهم، ماكو واحد حكى. احنا يريدون نفس سياسة الاغراق اللي صارت بالبيض اليوم صارت على دجاج اللحم. وراح اعطيك مثال، قبل سنتين كان عندهم انتاج الامهات بيض التفقيس كان وصلوا الكرتونه ب 40 دولار. اليوم العراق ما عنده بيض تبقيس، انتاج كل المشاريع وقفت بسبب الخسارة. اليوم الكرتونه 170 دولار المستورده، اليوم احنا استوردتها 170 دولار، خلت تسمع الحكومه، بس اذا صار عندنا انتاج بعد سنه يسووا لنا اياه ب 40 دولار نخسر. احنا علينا حرب، علينا حرب، ما يريدون شبابنا تشتغل، ما يريدون شباب الكوت والنجف. نعم سيد حيدر فرج عضو مجلس اداره الاتحاد العراقي لصناعه الدواجن، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.